بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه يعني إن شاء الله شرح يعني رد على بعض الأسئلة نتاع يعني حوالي يومين، اللي هم أربعة و ثلاثة وأربعة وخمسة تقريبا، لأن يعني عندي يومين تقريبا ما ردش على الأسئلة. نبدو أخونا هذا يا هشام عم مختار أن كليون سي بلان ما فواتير ني ديمار با Le moteur est éteint, équipe d'un injecteur et allumage électronique essence. خويا هشام سؤالك غير مفهوم وغير واضح، لازم تشرح لي بالضبط كيف صار لك العملية وقت صار لك وعلاش صار لك، وهل وريت الميكانيكي ولا هذا الموضوع، هذه الحيثيات كلها أنا لازمني نفهمها باش نجم نجاوبك، لأنك أنت هنا تقول لي عندي كرامتي سكتت وراهي نوعيتها انجكتير والكترونيك، حتى نوع السيارة شنو ما تفهم شيء، وعلاش سكتت وكيفاش سكتت ووقت سكتت، هل انت تمشي بها، هل هي واقفة، هل نفهم حاجة لازم نفهمها. الكيستيون بوز على كليون بور سير لا بان دو كونترول بريمي. والله ماذا بيا كان تشرح لي اخويا هشام بالعربي اكثر، لاني ممكن نفهم بالعربي اكثر وتكون واضح اكثر في كل شيء كما قلت لك. انا بوش صحة فطوركم، يعطيك الصحة. عم يختار كيفاه نقدر ريباري هاد الروديسور سكريسي، واش واش يصير لو كان سيبريمي؟ شنو الكهرباء هي؟ 1.5 دي سي، مش مشكلة، كانت لازم سيبريمي سيبريمي، ما عندها حتى إشكالية، سيبريمي ولا غيره ما يصلحش، لازم تغيره ولا سيبريمي. هذا يا فارس، السلام عليكم. وعليكم السلام عم مختار، صحة سيامكم، يعطيك الصحة، عيشك بمناسبة الشهر الفضيل، وكل عام وانتم بخير. شكرا خويا فارس، بارك الله فيك. هذا جس جام، هذه كتيبها شوية عاش منين، خلينا ناخذوها نعملها كوبي نشوفوا لها نشوفوها مع التريكسيون اش تعطينا، نظهر فيها كتيبة جماعة كان روسيا ولا حركة مكة ولا روسية بالضبط، فهمتها؟ الأسعار ليست باهظة الثمن في روسيا، إلا أنها لا تزال نصف السعر من فوق. أحكي على الستروا، يعني هي ماهيش غالية عندهم في روسيا، يعني السيارات هذه كيف كيف، هذا كيف كيف هو نفسه، مع شنو يقصد بالضبط معمولها. محرك أنا جديد لا تصدى والأوساخ، وربما يسبب المناخ جديد في الوضع. هو يحكي على السيتروا هذا، ما فهمت شنو يقصد بالضبط. سلام سي مختار، ميرسي بوكو. جي ريماركي كيل ريست توجور دي بيكتوم بيكوتومو نوار أكوتي دي جرو ترو دي سكي نورمال ميرسي. والله ما سؤال غير واضح يا أم ميرسي، يعني لابد باش توضح لي علاش تحكي انت بالضبط، لانك تقصد الكلاس هذا وكذا، لازم توضح لي بالضبط شو، خاطر ما نجمش نرجع على الفيديو نتفرج عليه من جديد ونضيع وقت، ما نجمش كل واحد باش نعمل له هيك، ما عادش نجم نجاوب حد. انت وضح لي شنو تقصد بالضبط في الفيديو وشنو هي الحاجه بالضبط ونجاوبك عليها طول من غير ما نرجع على الفيديو. بونجور بيير دي ميكسبليكي كومون ريباري فنتيلاتور هابيتاكل شوفار دو غولف 1 موديل 82 مرسي دافونس. والله توا انا بور لو مومون جي با اون فواتير غولف 2، مي جي اساي دو فار كيلكو شوز بور وزيدي ريباري. سي كوا دون لي فنتيلاتور، سي كيل يا تورن با او جي في سافوار سي كوا لو بروبليم دو فنتيلاتور او سي ترو dans les ventilateurs ou dans le relais du ventilateur ou de bouton, une fois tu m'expliques où se trouve le problème. Mohamed, on a une voiture 307 1.4 HD qui ne coule ni chie, t'as besoin d'attafa. Quelouli filtre mazout, j'ai changé, mais j'ai toujours démarré. Quand j'ai obtenu, il a ramené le truc. Quand Mohamed a dit ça, qu'est-ce qu'il a fait dans la maison? Je pense qu'il a un filtre particulier fermé.
لان كثافه الفلتر بارتيكل مسكر السياره ما تمشيش، تمشي تسكت، اللي هو كاتاليزان سموه احنا، فهمتني؟ هذا لازم تعملها ديوستيك، اما في دار البيجو يكون افضل، مش يعرف بالضبط. هذا يا وليد ربي يبارك فيك، شكرا ربي يبارك فيك، هذا انت يا وليد. هاني مع عبد السلام، ما شاء الله ربي يعاون، بارك الله فيك اخوي عبد السلام، عاوننا وعاونك ان شاء الله. هذا يا بابا اسمه بالارقام، بارك الله فيك يا عم مختار، وانت ايضا شكرا بارك الله فيكم، ماذا بيا نعرف اسمك، خلينا شيك مبهم مش نذكر اسمك على الاقل. عبد الرحيم، السلام عليكم استاذي الفاضل، انا سيارتي نيسان ماكسيما 2003، عزمها ضعيف جدا بشكل لا تتخيله، مثلا اذا كنت في منحدر ما تقدر تطلع ابدا، وغيرت لها فلتر مازوت، فلتر وزيوت وبواجي، وتنظيف رتبة تنظيف فخاخات وطرمبة بنزين مع الفلتر، وإزالة دبة البيئة، وتغيير جير بوكس، وتنظيف بعض الحساسات والبطارية ودينامو. فليت تفيدني يا أخي، هذا المشكلة لها 4 سنوات معي ولم أجد أي خبير يقدر إصلاحها، أيضا فحصتها كمبيوتر لم أجد خلل، صوت المحرك صافي لا يوجد فيه تفتفة أو تقطيع. والله يا أخي عبد الرحيم لو تبعث لنا فيديو تشرح فيه المشكلة، توريني حتى المحرك باش نعرف نوعية المحرك شنية، ونشوف نجموش نفيدوك يعني في القناة، لأن ما شاء الله عندي أنا مجموعة كبيرة تعطي في آرائها، ممكن رأي منهم يكون صائب وينفعك. عامل لنا فيديو وابعثوا لي على الإيميل، هون الإيميل تحت الفيديو. سلام عاشور، هذايا سلام سي مختار، عليكم السلام، عندي فيات 500 2009 كانت تمشي سكتت، قالوا لي انجكتورة بدلتها 4 جدد مشيكلة الى ان ديمار با موتور يدور وشي، الله يبارك لك، عشان ينجم يكون اخوك احمد من لوكسمبورغ. يا اخوي احمد يعني انت ما شرحتش حتى يعني شنو اللي صار لك بالضبط، وكيفاش وقفت السياره هذه، وعلاش وقفت، يعني انت هو تو حسب اعتقادي انا اللي هو المشكله اللي عندك، انت عندك فم مشكله يا اما في الكارته في الكالكيلاتر، حاول خويا احمد شممها اي سبراي، اي فليت، اي ديدورون ولا حاجه، شممها وديماري، او صب لها شويه بنزينه في الكور بابيون وديماري، اذا كان خدمت معناتها عندك مشكل في الكارته، الكالكيلاتر دي لازمها فورماتاج، لان فيهم مشكل في الفيات رام، فيه مشكل في الكارته، سير لهم ديما إذا كان خدمت، وكان ما خدمتش معناتها عندك مشكلة أخرى. يوسف سامي، وبارك الله فيك ورمضان كريم، الله أكرم، شكرا بارك الله فيك أخوي يوسف. ميدو، السلام عليكم سي مختار، رمضان كريم، الله أكرم، عندي، وعليكم السلام، عندي سؤال، أخذت سيارتي إلى المراقبة التقنية وعند قياس الغازات خارجية من الكاتب، وجد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون مرتفعة أكثر من معدل متوسط الرجاء. إذا أمكن تفسير عن السبب، أو بمعنى آخر العطل في أي مرحلة في مراحل اشتغال محرك، وشكرا. أنت تو أخويا ميدو حكيت على سيارتك، لكن احنا سيارتك ما نعرفوهاش، شنو هي سيارتك، شنو محركها، شنو العطل اللي يمكن يعني قبل ما تمشي مراقبة حسيت فيها تغيير معين، هذا كله لازمني نعرفه. تو تقول لي أنا عندي سيارة، مبروك عليك سيارة، رفعت المراقبة، فهمنا، لكن شنو هي سيارتك؟ وشنو هو نوعيتها؟ وكيفاش العطل؟ ولازم يعني كل المعطيات لازم نعرفها، ما نجمش نجاوب هكاك. يهديكم يرحم والديكم، راكم راني نحاول ديما باش نحاول نعاونكم، انما انتم ما تحبوش تعاونوني، ما نعرفش علاش. كمال، عم مختار بدي اعرف كيف تتبدل الشان ديستريبيسيون على طريقتك، على طريقتك اذا سمحت. هذا اخونا كمال زاد، شوف سؤال اخر. انا مختار بدي اعرف كيف تتبدل الشان ديستريبيسيون على طريقتك، انا اذا سمحت. يعني انا شنو هي السياره؟ انهي شان؟ وش معناتها على طريقتي انا؟ يا ناس ما فهموني، راني انا مش معاكم عايش معاكم، راني لازمني نفهم انت ايش تحب بالضبط، باش نجم نجاوبك، باش نجم نعاونك، يهديكم. هذا بنورة خالد، شكرا سي مختار، شكرا يا خالد، بارك الله فيك. السلام عليكم، كومون سابيل لاباري او لوجيسيال ديال لورديناتير كيلي ديفو؟ هذه ما اسمه لوجيسيال، هذه اسمه
سكانر دوريجين، هذه سموها هي الابريت، انا نفكر اسمها يعني دوريجين، هذه كانت يعني دوريجين تاع بيجو. تخرج الاعطال هذه لازم يكون عند اي واحد يحب يخرج الاعطال الكامله نتاع السياره، لازم يكون عنده الكاتياس هذه تكون دوريجين. عندك نتاع رينو وحدها دوريجين، عندك نتاع بيجو وحدها دوريجين، عندك نتاع فولكسفاجن وحدها دوريجين، نتاع المرسيدس وحدها دوريجين، نتاع البي ام وحدها دوريجين. اذا كانت تحب تخدم حاجات صحيحه أخي. اما تاخذ هذاك اللوتوكوم ولا تاخذ هذاك الحاجه العامه تعطيك العامه، لكن ما تعطيكش كما تعطيك المختصه في شيء معين. هذه اباري دوريجين بيجو عند السيد هذا. دياك خالد مشكور استاذ مختار، العفو. هذا وقد لقد حلت المشكله. هذه نتاع خونا نتاع نتاع الزناف اللي عنده مشكله في الرونتي، حلها لان لقى الحساس نتاع نتاع الحراره اللي هو اللي هو مسؤول على الحراره في المحرك باش يخدم ستارتير اوتوماتيك، لقاه فاس بدله ونظف الديبيمتر، نظف صفر، نظف الكور بابيون، ولات لاباس الحمد لله. الحمد لله سي هذا اللي حلت مشكلتك، شكرا. عم مختار محتاجك ضروري جدا، هل ممكن معرفة بالعين مجاردة بين محرك 2008 208 75 وغيرها الهاج دي 1.6؟ شوف خويا كيمان انت يعني السؤال هذا، اولا فما رقم في البلوك، اذا كنت تحب تتبع الاصل فما رقم في البلوك لازم تفهمه، انما احنا نعرفوهم بالعامية كلهم كون التيربو الصغير هو 1.6 اللي يمشي على اللي هو فيه 75 وفيه 92، والتيربو الكبير اللي هو فيه 95 وفيه 105 وفيه غيرها، هيك حسب علمي انا، والله اعلم اذا كان حد من الاولاد فهم الموضوع ينجم يجاوبك، هذا باش نفهموه احنا، لاني انا مش ضليع في التيوريك، في البراتيك اي، انا نقول نجاوبك نقول لك هذا التيربو نتاعه صغير وهذا التيربو نتاعه كبير، هذا نفرقوا في ما بيناتهم، هذا الفرق اللي نعرفوه ما بيناتهم في كل الحالات. دليل كوبا صحة رمضانكم، جي فيستا 2007 ايسونس ريفيت موتور مي جي فويت دويل دون لو كاش كولبيتر بوركوا كونساي موا. يعني انت ما دام فيش في الكاش نتاع السيباب يعني كاش نتاع الكولبيتر هذايا مع تجوان نتاعها يمكن مش باهي، او ساعات يعني يبدا جوان كاوتش هو جوان بلاستيك ويزيدوه سيليكون يزيدوا يكملوا على مرمطه، يعني اذا كان جوان كاوتش ما يلزموش سيليكون، لازم يدهن بشويه زيت او ما يدهنش اصلا ويتحط، معناتها ما دام عندك تضييع من جوان نتاع كاش سيباب معناتها مش جوان، وكان كاش سيباب بلاستيك ممكن تكون فيها فيسير ممكن فيه تكسيره، لازم اللي كان سيان هو يثبت، لان هيك من بعيد ما نجمش نفهمها. سلام اخي مختار، تم ارسال لك فيديو على خاص، اتمنى تعطيني جواب عن قريب. خويا نادر ما وصلنيش فيديو، لقيت لا في الايميل لا وين عاود اكتب لي وين حطيت الفيديو بالضبط باش نجم نفهم شنو تحب يا خويا نادر، يعني ما لقيتش فيديو، دورت حتى في الايميل ما لقيتش، يعني ما نعرفش وين حطيت الفيديو، قول لي عليه باش نجم نبدا ونعرف شو فهمت. اما زي كريم هذا، السلام عليكم عم مختار، ما رايكم في سياره 1.4 دي كادي تويوتا كورولا؟ والله هي تويوتا بصفة عامة بهيل مش خايبين، يعني ممتازين عندنا احنا، يعني مشكورين انت والسيارة انت والاستعمال انت مش خايبين، يعني مشكورين. كوكو كونغو هذا صحة فطورك عم مختارك الصحة، عندي كونغو 2010 موتور 1.5 ما دخلش وهي حابسة، كان ديماري ونديغرادي دخل دخان اسود سكانيتها ما كانتش حتى ديفو، واش هو الحل؟ والله ما فهمتش السؤال برشا لكن نجم نجاوبك، يعني تقريبا انت تقول لي فما دخان وهي حابسه ما تدخنش، لكن كنت نخرج بها تدخن، ينجم يكون المرميت عندك مسخه لانك انت يمكن ديما في المدينه تدور بها ما تخرجش بها لبرا باش تنظفها، اذا كان عندك ثبت اذا كان عندك نقص زيت معناتها فما حاجه، اما التربو ولا المحرك، واذا كان ما فيش نقص زيت يا اما دخان تاع مازوت لابد فما حاجه، لان الدخان ما يجيش وحده، لازم تعرض لها سكانير او تعرضها على ميكانيكي.
انا مختار انا كيف كيف هو عاود نفس السؤال. عبد الحميد هذا، السلام عليكم سي مختار، سيد مختار عليكم السلام، نريد ان نعرف كيف يتم تغيير الشان ديستريبيسيون نتاع ال 1.301 تو، ما زلت يعني عندي ان شاء الله في المستقبل باش نغير الشان نتاع سيارة ولدي، لكن ما نعرفش وقتاش، ما بعد رمضان ولا في رمضان ما نعرفش، تو كي نغيرها نحط الفيديو نتاعها في القناة. مختار رمضان مبارك، أنا حافظ هذا، أن مبارك علينا وعليك إن شاء الله، أن أوبيل زفيرة تأكل في الزيت بشكل غريب في عام، يمكن صبنا لها 20 لتر من حاصله، قالوا لي الموتور تعب وبستونات طابوا والحل تبديل الموتور وبدلناه. عاد عم مختار نحب نسألك، هل الزيت في صب اللي صبت وين مشى؟ مع العلم ان ما تقطرش بشكر، يعني انت تسأل عن الموتور القديم ولا الموتور الجديد؟ يعني كنت تاكل زيت وبدلت موتور، يعني انت تحكي عن الموتور القديم ولا الموتور الجديد؟ اذا كان الموتور القديم الزيت طبعا مشى دخان، لانك يعني انت ما تشوفوش دخان وقت تجري، وكان في جديدة ما اعرفش انا، ما خدم السؤال مش واضح يا حافظ. مختار قال لا في شراء راح فلتر دي ماري موتور وحل ريجكتور، ما فهمتش السؤال يا والله، حتى اسمه حتى شو اسمه زيجزاج هذا، ما فهمتش السؤال يا زيجزاج، ما عادش تقصد انت باي هذا يا اخونا مندر. السلام عليكم. وعليكم السلام مختار، الله يجزيك شكرا. راهو عندي مشكلة تاع كربيع من الامام، بدلت الموتسيرات وما زال كان كربيع ممكن يكون تريونجل، ينجم يكون يا مندر، لكن كان نجم تعمل فيديو في الموضوع ممكن نجم نعاونك، نجم نعرفه منين، اما هكا بالخاطر لافونترا يعني قدام فيها عده حاجات، فيها كريمير، فيها ابروات، فيها بار ستابيزاتريس، فيها تريونجل، فيها امورسير، فيها برشا حاجات. سفيان ممكن يكون التاس ولا سينابلوك، هذا جاوبه هو، ممكن ينجم يكون، يمكن بدر عشار مندر كان ممكن علي بس هذا جاوبوا ولاد بعضهم الاولاد، ما يمسالش عاونوا بعضكم. يوسف سامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي مختار عندي سياره اوبل استرا جي 2003، لاحظت بها زيت خفيف في قنينه العاديات، فقام احد الميكانيكيين بغسل دائره الماء واستعمل انبوب الماء باستعمال الماء الصنبور فقط، لكن المشكل لم يزل سرعان ما عادت رغبه الزيت بجوانب القنينه. المشكله الاخرى ان السياره اصبحت تضيع الماء حين كل يوم او ثلاثه، اصبحت نضيف كل هذه مشاكل نتاع كلاس ونتاع نتاع البلوك هذا ممكن مهرين، يعني هذه كلها مشاكل فصل المحرك. معلش اظني هذا السيد هذا تقريبا كلمني على بالتليفون، هو سالت ميكانيكي اخر فلاحظ ايضا ربو موجوده بداخل غطاء الموتور، يمكن يكون يعني نجم فيه برشا حاجات يعني تسبب المشكله هذه. هذا واحد من الاولاد يجاوب فيه، ممكن بالدريت نجم دريت معلم يا مختار. شكرا يا حسام، ان شاء الله هذه عملية الجاود فيها يعني أغلبية النسلة. هذا سألني عن مادة الغاز شنية، اختار أخوك من الجزائر، مادة الغاز هو البترول، والبترول عندنا. وهذا السيد يقول لي وين موجود سي مختار، أنا موجود في تونس العاصمة، أما راني يعني بالتليفون هو نعاون الناس بالتليفون، يعني أنا ما نصلحش. أود إليك يا أخي مختار مرة أخرى، أرجو أن تشرح لنا في فيديو أسباب برود رسالة في سيارة رينو ميغانو التي مفادها كنترول الإنجكسيون، هل المشكلة الإنجكترات أم في البومب إنجكسيون في البومب؟ لك جزيل الشكر أخي، وإن شاء الله شاهية طيبة ورمضان كريم. شكرا أخي توفيق. أخي توفيق، الكنترول الإنجكسيون هذه ديما الأغلبية يعني 80% إنجكترات و 20% بومب إنجكسيون. بومب اتش بي، راي المشكله هذه كلهم الاغلبيه انجكترات، لازم تبدل الاربع انجكترات
باش تفهم البومب، لان البومب حتى تمركزك ضعيفه، لان الانشكالات يضيعوا برشا. فهذا مشكل الاغلبيه في الانشكالات كثر كثير. سمير سمير بارك الله فيك. عم مختار ربي يجزيك تلقاه في ميزان حسناتك. امين اجمعين خويا سمير بارك الله فيك. هذا كمان بروبليم لي ديسك بلاتو امبرياج، هذا مشكل في ارتفاع. الواحد هذا يحكي على الفيديو هذا ينجم يكون مو، ان شاء الله صاحبها كان لقى المشكلة يجاوبنا. هذا البرلينج قال بوم ممكن صح. رمضانك عم اختار، لقد استفدت منك كثيرا في من الامور، شكر كثير من الامور. لا شكر على واجب اخويا مصطفى، ان شاء الله ديما مستفيدين. خي سؤال اتمنى الرد عليه. سيارتي ترتفع حرارتها بقوة ولا في تهريب ولا شيء، وفي ضغط قوي بالمحرك، وفي اعراض خلط الماء مع الزيت. ما دام عندك مشكله في خلط الماء مع الزيت، ولا معناتها فما عندك مشكله في وش المحرك هذا اللي هو نسموه احنا كيلات، اللي هو راس المحرك. وما دام الحراره تطلع معناتها فما مشكله، يعني مش ضروري يكون فما تهريب ماء ولا حاجه، يكون فما يكون الكلاس مهري. وانت حتى السياره تو ما حكيتش عليها، انت قلت سيارتي وكهو، حتى نوع السياره ما عطيتهاش، وهذه حاجات كلها معلومات ناقصة ما نجمش نفيدك برشا. يا ريت تتكلم بالفصحى لنفهم. خويا أحمد راني نتكلم يعني نجم تقول 80% فصحى، لأن احنا في تونس لغتنا لغة القرآن، مش كبعض البلدان الأخرى. لأن احنا نتكلموا بالقاف وال يعني بال يعني اللغة الأصلية، اللغة العربية الأصلية. يعني إنما فما شوية لهجة تونسية عليها برك فقط، إنما هي يعني لهجة عربية صحيحة. يعني باش تحكي لي مثلا انت، يعني مش نتكلم لك انا على القطعه غيار ونقول لك نتكلم لكم بالعربيه الفصحى؟ ما صنعناهمش احنا باش نتكلموا بالعربيه الفصحى. يعني ما نجمش نقول لك انا، نجم نقول لك كلاس تستاتا يعني بلوك، ما تنجمش. فماش حاجه اسمها بالعربيه في الفصحى دي. انت ممكن في الخليج ولا في الشرق ولا كذا عملوا لها اسامي من عندهم، يمكن انا ما نعرفهاش. ونحاول ديما نتكلم بالعربيه الفصحى ان شاء الله. وشكرا اخويا احمد. امراني مومو سلام سلام عم مختار. عندي مشكل اخر في عده مرات وانا اسير بسرعه ما خاصه مرتفعه 90%، احس باللي السياره تنخنق وتنقص السرعه حتى بعض المرات اركنها على الجانب لانها تتوقف كليا. مشكل اخر لو سمحت، السياره عندها عندما تنوض في كثير من الاحيان ما تديماريش الا بعد محاولات، رغم تغيير لي بوجي والكل ما لا تنوض السيارة، تنوض تروح سلندر ثم عاد أربع. والله توا أمراني نرجعوا لنفس المشكلة ديما، يعني السؤالات ناقصة، لا يعطيك نوع على السيارة ولا يعطيك نوع على المحرك ولا يعطيك حتى شيء. يعني كلها يعني سؤال مبهم. عندي سيارة، أنت تقول عندك سيارة، عارفين عندك سيارة، شنو هو المطلوب وكيف؟ ما تعرفش. المشكلة هذه يا أمراني الأغلبية عندك مضخة البنزين بومب إيسونس هي تعبة. إذا كان عندك بلو أربعة كما تشرح في هذا، هي هم عندهم المشاكل نتاع البلو، يعني كي تتعب مضخة البنزين تعب المشكلة هذه. خالد هذا اسمه عندنا في مصر ديسك اللي في الكلاش، أي هذاك ديسك عندنا احنا كيف في الكلاتش، يعني تقصد انتم ثلاثه، والثاني اسمه اسطوانه متروس، الترس الكبير اسمه الفولان. الفولان حتى احنا نقولوا فولان، نسموه فولام واحنا نسموه فولان. الاسطوانه احنا هذيك نسموها بلاتو مثلا، يعني اما اسطوانه تو يعني مش قريبه للقطعه. الاسطوانه ما تجيش في الشكل هذا، والصغير اللي يركب عليه تسميه رونمان بيلي، رونمان يعني نسميه رونمان نحن، احنا نسموه رونمان، احنا نسميه نحن بلي، انتم سموه بلي. يعني بلي يقصد يعني البلي هي الحبه نتاع الرمان، الكعبوره هذيك اللي نلعبوها نلعبوا بها البيل، كل احنا بيس هذيك بيلها، احنا نسموها بيتي رمان بيتي. وشكرا لمجهوداتك الرائعه، واقترح استخدام قاموس ميكانيكي عربي لاجل استفاده الناس في كل الدول العربيه، لانه للاسف عند هناك فجوه كبيره بيننا في مساله اللغه، واننا كلنا عرب ولا نفهم لغه بعضنا البعض. والله مش عارف خويا خالد، راهي العمية مش متعلقة بالعرب، راهي هي متعلقة بالمصنع متاع السيارة اللي نحن ما صنعناش قطع غيار ولا سيارات.
انت ما صنعتش القطعه وتحب تسميها على اي اساس؟ فمش حاجه اسمها قاموس عربي فيه قطع غيار يعني اجنبيه، ان يعني تعريب مجازي. انت كما واحد يسمي مثلا الدولاب احنا سموها عجله، في الخليج سموها كفر، هذا تسميه مجازيه كلها، مش تسميه اصليه وصحيحه. يعني تقول لي نسمي القطعه بالانجليزي معك، نسميها بالالماني معك، نسميها بالفرنسيسي معك، نسميها بالطلياني معك، اما بالعربي ما فماش حاجه اسمها عربيه قطعه غيار عربيه، لان احنا ما صنعناش. يعني يمكن تفهمها انت اسطوانه، انا افهمها انا بلاتو، خاطر باللغه الاخرى يفهمها الطلياني بلاتو فورما، كل واحد يسميها. هذا ما فماش حاجه اسمها قاموس عربي للقطعه غيار، لكن هذا خاطر انا كيف نعربها. انت تو تقول لي هنا بلي، بلي مش الناس كلها تفهم بلي، انا نفهم خاطر خدمت في مع المصريين وخدمت مع السودانيين وخدمت مع المغاربه كلها والجزائري، نفهمها، غيرك ما فهمهاش، شو معناتها بلي؟ بلي هذه تسمى كانها بليه. انا فاهمك، انا تتكلم على رومان بلي اللي هو البيتي نسموه احنا، اما فماش حاجه اسمها قاموس قطع غير عربي. شكرا يا خالد. هذا قالوا له سليمان سلام، عندي 607 اتش دي خنطيس ان بن 2000 عاود تيربو مشى نينجو، يعني يحكي على سيارته وحده، يعني مش مشاركنا معها، يعني مش ما حكيناش على المشكله اللي نحن، هو يحكي المشكله اللي هو قال ركب تيربو عاود تكسر. احكي لنا علاش تكسر الاولاني، وش عملت وش عملت، يعني شيء نقعد يعني ديما نقعد وانا نشرح في نفس الكلام. فتح هذا صحة فطورك، يعطيك الصحة مختار، عندي ميكان دو كلاسيك، المشكل تاعي كل ما نبدل الرومون تاع العجلات الخلفية نمشي بها أقل من 8000 كيلومتر يعاود يروح بالوحدة، علما أن نظام التعليق الخلفي جديد الكل. شوف خويا فتح، أنت إذا كنت تبدل الرومون وحدها راهي ما تنجحش. في الميغان يتبدل ديسك كامل، ديسك بالرومو نتاعو سموه مايو، ما يتبدلش رومو وحده راه وما يمشيش معاك، رومو وحده ما يمشيش معاك، لازم تبدل ديسك كامل، ديسك فران فيه المايو نتاعو، هكا نعرفه في الميغان. لان انا صارت لي في سيارتي وبدلت ديسك كامل، تقول لي غالي ديسك كامل، الله غالي، هذيك هي هذيك المصنع اش عمل، خاطر هذه ما نظنش انت يعني اذا كان فيها اصلا رونمون وحده، والا اذا كان فيها اصلا رونمون وحده هذه حاجه معناها ممكن ما ريتهاش وما عرفهاش، انت تشري في رونمونات ماركه يعني ماركه مش صحيحه. برا خذ من الدار، اشري من الدار رينو، كان باعوا لك رونمون وحدها معناتها تركب، كان في الدار قالوا لك ما نبيعوش رونمون وحدها معناتها كل اللي تعمل فيه انت زيت. حتى الطيب الحياه الطيبه، يعطيك الصحه اخويا، ربي يحفظك واستمر. شكرا خويا الحياة الطيبة، إن شاء الله ماذا بيا الحياة الطيبة تعطيني اسمك يا طيب وتقول لي شنو هو باش على الأقل نسميك، أنت حاط الحياة الطيبة على خاطر القناة نتاعك، إن شاء الله تنفع حتى أنت بها الناس. هذا لقد قمت بتغيير ستارتير أوتوماتيك ولم يتغير شيء، ما زال المشكل إخواني، وشكرا كثيرا لمساعدتكم. أي مكان هذا ما سيء، ما بدل الحساس نتاع الحرارة وصلحت عندنا المشكلة ولا بس. نكتفي بهذا الرد حد هذا، ان شاء الله تنفعكم الردود هذه كلها والنصائح هذه كلها، وتفهموني الناس اللي تبعثوا الاسئله، تفهموني يا ناس، افهموني، ابعثوا لي اسئله واضحه، ابعثوا لي فيديوهات يعني فيها المشكل باش نجموا نعاونوا بعضنا ونجموا نتناقشوا فيه الموضوع مع بعضنا، ما تبعثوليش حالات مبهمه وانا نقعد نتعب بالفارغ وانتم ما تستفيدوش، وهذا كله يعني مش في مصلحة حتى. ان شاء الله تفيدكم الحادثة هذه والأجوبة هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.